السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. منذ سيطرتها على صنعاء، استهدفت ميليشيا الحوثي والمخلوع كل ما يتصل بالعمل النقابي، وعملت على كبح وقمع أي حراك مدني يطالب بالحقوق والحريات. نقابات رائدة كانت تكافح من أجل الحقوق ورفع الأجور والتصدي لأبسط الانتهاكات، اليوم تم إسكاتها بقوة السلاح. فرقت الميليشيا نقابة الصحفيين وأنشأت رابطة للعلماء، واستخدمت قيادات نقابية أخرى، واجتاحت بيوت نقابيين واعتقلتهم بعد أن سطت على كل ممتلكاتهم. إرهاب عسكري ومعنوي مورس ولا يزال ضد قيادات النقابية وناشطين لمجرد تفكيرهم في المطالبة بحقهم في الحياة بعد انقطاع مرتباتهم طيلة 4 أشهر. وحدها نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء كانت النموذج اليقظ للضمير النقابي، تصدت بقوة لعبث الميليشيا وهمجيتها التي تلبست الجسد الأكاديمي. في حلقة اليوم نناقش أثر الانقلاب على العمل النقابي وكيف ألقت الظروف الراهنة بظلالها عليه. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من جنيف نبيل الأسيدي، وسيكون معنا عبر الهاتف من لندن الناشط الحقوقي براء شيبان، ومن تعز أمين عام فرع نقابة المحامين توفيق الشعبي، وكذلك أمين عام فرع نقابة المعلمين بمحافظة تعز عبد الرحمن المقطري. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. في البداية لو تحدثنا عن أبرز الانتهاكات التي مارستها الميليشيا وأسكتت العمل النقابي في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها. طبعا العمل النقابي في ظل الأوضاع الحالية يعني تعرض لانتكاسة كبيرة، وخاصة من قبل الميليشيات التي دمرت كل مداميك العمل النقابي والمجتمع المدني. لم يبقى هناك منظمات مجتمع مدني في صنعاء أبدا، لقد توقفت وتم إيقافها وتم نهبها واقتحامها، كما حدث مع كثير من منظمات المجتمع المدني، وحتى المنظمات التي نأت بنفسها توقفت تماما عن العمل لأن الظروف الموضوعية وسلطة الأمر الواقع فرضت يعني سيطرتها على كافة مناحي الحياة، ومنعت أيضا يعني الأصوات المغايرة في الوسط. الأهم من ذلك أن لدى الميليشيات سياسة معينة وواضحة إزاء كل الجهات منظمات المجتمع المدني، فهي تعتبرها يعني مارقة وغير وطنية، وتتهمها بأبشع الانتهاكات ويعني الاتهامات. وبالتالي في مسيرة العمل النقابي سنجد أننا في نقابة الصحفيين لم نواجه حملة شرسة. يعني العمل النقابي كان صعبا أثناء نظام علي عبد الله صالح، لكن في هذه المرحلة كان هناك توحش ضد العمل النقابي والمهني. نعم. بدايتها تم إفراغ يعني السيطرة على ميزانية نقابة الصحفيين اليمنيين وتسليمها لأحد شخوصهم. أيضا تم محاولة إغلاق النقابة أكثر من مرة وأغلقت لمرة، وأيضا تم منع الاعتصامات داخل النقابة والقدوم إلى النقابة، إضافة إلى تهديد أعضاء المجلس واقتحام منازلهم ومطاردتهم. يعني هم الآن مشردين في الداخل أو مشردين خارج الوطن، بالإضافة إلى الاستيلاء على العديد من مخصصات العمل النقابي. أيضا تم إيقاف العديد من المشاريع التدريبية والنقابية في هذا الصدد. نعم. توقفت كثير من المنظمات من التواصل مع نقابة الصحفيين بسبب الأوضاع. كان لدينا العديد من البرامج تم إيقافها بسبب الأوضاع الحالية. نعم أستاذ نبيل، إذا يعني أيضا الميليشيا لم تكتفي بإسكات هذه النقابات والعمل النقابي، ربما حاولت أن تفرغ أنظمة أو نقابات موازية لهذه النقابات الموجودة. على سبيل المثال لو أخذنا وأسقطنا هذا الموضوع على نقابة الصحفيين، حاولت الميليشيا أن تعمل نقابة مرادفة أو تكتل إعلامي يعني ربما بنفس مسار نقابة الصحفيين.
أثر هذا التكتل الذي قامت به الميليشيا، وهل فعلا حقق ما يريدون من ذلك؟ هذه سياسة طبيعية للنظام صالح منذ زمان. يعني خلال الفترات الماضية كان يقوم النظام باستنساخ الأحزاب واستنساخ الهيئات واستنساخ النقابات وحتى استنساخ الصحف. لا زلت أتذكر كيف تم استنساخ صحيفة الشورى وأيضا الأحزاب، يعني التنظيم الناصري ثلاثة والبعث والاشتراكي وأيضا غيرها من الأحزاب تم تفريقها. هذه سياسة أصلا واضحة وهي يعني لدى النظام منذ فترة سابقة. يعني ما حدث مؤخرا بالنسبة لنقابة الصحفيين، نحن نعيش يعني وضع حرج بالنسبة لمسألة الانتهاكات التي المجمل الانتهاكات التي تتعرض لها العمل النقابي يعني بشكل عام. لكن في النسبة لمحاولة يعني تفريق أو استنساخ يعني جزء من، يعني أنا أعتقد أنه الصحفيين هم يعرفون بيتهم الحقيقي ويعرفون ما الذي يحدث على أرض الواقع. القسم الصحفي هو أكثر تكتلا، يعني ما حدث هو محاولة بائسة لتحريف مسار العمل النقابي وتوجيهه في إطار واحد، وبالتالي أنا أتوقع يعني وستكون النتائج سلبية بالنسبة لهذا الكيان الهش الذي لم يتم عبر انتخابات وليس لديه لائحة داخلية. كان الأمر شكليا تماما. أيضا نحن نأسف أن بعض الزملاء انجروا لمثل هذه يعني محاولة الانشقاق الغير المؤثرة طبعا، ونحن غير مهتمين في هذا الأمر بشكل كبير. نعرف حتى الكثير من الزملاء يعرفون أنهم حينما يتعرضون لأي انتهاك فإن بيتهم الصحفي ونقابة الصحفيين هي صدرهم الرحب، وبالتالي يعني ما بني على باطل فهو باطل. نعم أستاذ نبيل، أيضا لو أسقطنا أيضا الموضوع بشكل عام أيضا على بقية النقابات الأخرى، من هم يعني منتسبون لهذه النقابات وحاولوا أن يتلبسوا بلباس الميليشيا ويفرقوا ويعملوا على عمل نقابات بنفس المسار، هؤلاء الزملاء يعني كيف يمكن أن التعامل معهم مستقبلا إذا ما عادت يعني الشرعية، ويعني ما هي الواجبات القانونية والأخلاقية أمام أنهم يتخلوا عن الكيانات الرسمية ويذهبوا لمساندة الميليشيا في هذه الكيانات الأخرى؟ هو طبعا المنظمات المجتمع المدني بما فيها النقابات هي منظمات يعني ذات قيم أخلاقية ومهنية، يعني هي تهتم بالحقوق والحريات والدفاع يعني عن أعضائها والوقف الانتهاكات وما إلى ذلك. ليست لها أي صفة ضبطية أو تنفيذية في هذا السياق، إنما الأمر لا يتعدى الجانب الأخلاقي والمهني في هذا الأمر. أنا أنتهز أيضا في هذه يعني عبر هذا المنبر توجيه رسالة واضحة للحكومة الشرعية لرئيس الوزراء وقيادة محافظة عدن وإدارة أمن محافظة عدن، نناشدهم بإعادة مقر النقابة الذي ما زال مسيطر عليه من قبل مسلحين يتبعون المقاومة في عدن منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر. هذه برضو وصمة عار في جبين الشرعية بأن يتم الاستيلاء على مقر فرع نقابة الصحفيين في عدن، وهي أعرق نقابة أعتقد في الجزيرة العربية يعني منذ الستينيات يعني. نعم طيب أستاذ نبيل، أيضا الآن القيادات النقابية المتواجدة الآن في صنعاء برأيك ما الذي بأيديهم عمل لإيقاف مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الميليشيا؟ هل تعتقد أن لديهم يعني ممكن يعني يواجهوا هذا يعني إيقاف هذا العمل الذي تقوم به الميليشيا أم لا؟ هو من الصعب جدا أولا أن تتعامل مع ميليشيات يعني تقوم بالكثير من الانتهاكات وخاصة في المجال الصحفي والإعلامي. نحن نعرف أن هناك توحش إزاء كل ما هو كل رأي مخالف وقمع كل الآراء، حتى يعني الصحفيين العاملين هم يتم برضو اضطهادهم والتحقيق معهم، وتعرضوا الكثير منهم أيضا للاعتداءات. لم يعني سجلنا نحن في نقابة الصحفيين العديد من الانتهاكات للزملاء الصحفيين العاملين في الكثير من المؤسسات، لكننا لا نستطيع إعلانها يعني من أجل يعني خوفا على حياة زملائنا.
بالنسبة للقيادات النقابية المتبقية في نقابة الصحفيين في الداخل، هو يعني ما ينطبق على الصحفيين ينطبق على القيادات النقابية. نحن نقدر وضعهم الشديد يعني وتعرضهم للكثير من الضغوطات، رغم أن نقابة الصحفيين حاولت قدر المستطاع أن تبقى ممثلة لكل الصحفيين، وأيضا أن تبقى بابها مفتوحا وأن تحاول يعني أن تلعب في المساحة المتاحة من الهامش البسيطة الذي نستطيع يعني نتكلم. نعم أستاذ نبيل اسمح لي، سنتحاول في محورنا الثاني. نعم أستاذ نبيل سنتحدث في محورنا الثاني حول إمكانية نقل العمل النقابي إلى المحافظات المحررة، العاصمة المؤقتة عدن، و استعادة عمل النقابة وأيضا بعض النقابات الأخرى من هذه المحافظات المحررة تخضع للشرعية. ولكن اسمح لي أن أذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات عن كيف أنهت الميليشيا العمل النقابي في العاصمة صنعاء على وجه التحديد وبقية المحافظات الخاضعة على سيطرتها، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. طبيعي أن تكون النقابات غائبة في ظل هذه المرحلة، يعني أنها هي تابعة للأحزاب، يعني لا توجد منظمة إلا وهي فيها وهي مسيسة. فعندما تعرضت الأحزاب اليمنية لانتكاسة كبيرة في ظل هيمنة الميليشيات ومصادرة ممتلكات الأحزاب ومقرات الأحزاب، غابت هذه النقابات. هناك نقابات نستطيع أن نقول تعرضت أيضا لاختطافات، كما هو الحاصل في نقابة المعلمين اليمنيين التي تعرضت لاختطاف قادتها ورموزها، ولذلك من الطبيعي أن تكون هذه النقابات غائبة. غياب دور هذه النقابات جراء الخوف، لأن كل واحد إنسان خايف على نفسه، خايف على أهله، على أهل بيته. إذا ما لقوش الشخص اللي هي يعني عاكسهم ولا أي حاجة، يعني أمواله بتتهدد، بيته بيتهدد، وظيفته بتتهدد. فنتيجة هذا يكون يسكت أحسن له، لا يؤدي مسؤوليته لا بشكل محدود، بنطاق محدود، بشروط محدودة. عادة النقابات والمنظمات المجتمع المدني تعتبر هي المؤسسات الظل، أو هي المؤسسات الظل للدولة في حال غياب أي دور للدولة أو تقصير من مؤسسات الدولة في الوضع الطبيعي، هي التي تقوم بواجبها في الدفاع عن الانتهاكات التي تقوم بها الدولة. كان المفترض والمتوقع والمؤمل على النقابات والمؤسسات هذه، مؤسسات المجتمع المدني، أن تقوم بدور بارز في ظل سقوط الدولة أو بانهيار مؤسسة الدولة بأيدي الميليشيا والعصابات الانقلابية، لكن للأسف الشديد الذي ظهر أن الانتهاكات طالت كل فئات المجتمع المدني أو الفئات المنتسبة إلى هذه النقابات، مثلا كنقابة المهندسين أو الأطباء أو الأكاديميين، لا يكاد يسمع لهذه المؤسسات صوت بحجم الخطر الذي تعرض له أفرادها ومنتسبيها. حياكم الله مشاهدي الكرام، وعدنا مجددا هذه المرة العودة إلى تعز مع الأستاذ توفيق الشعبي أمين عام نقابة المحامين فرع تعز. مساء الخير أستاذ توفيق. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذ توفيق. العمل النقابي ربما في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا هناك عدم قدرة على إحياء هذا العمل، لكن أنتم في المحافظات المحررة أو المحافظة التي تخضع لسيطرة الشرعية مثلا تعز، أين ذهب عمل نقابة المحامين؟ أين اختفى؟ أولاً دعني أصحح لك بأنه نقابة المحامين في محافظة تعز لم تختفي، كما ذكرت. نعم. في كلامك، نقابة المحامين حاضرة منذ اللحظات الأولى للهجوم على المحافظة، وترصد وتقوم بدور كبير جداً فيما يتعلق بالتوثيق الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية وتفعيل دور المؤسسات المدنية وإعادة المؤسسات الحكومية للعمل بعد أن شلت بسبب الحرب والاعتداءات المستمرة والحصار الجائر على هذه المدينة منذ سنتان. نعم. ولكن لابد أن ندرك بأن عملية الحصار وعملية الحروب عملت على تشتيت جهد، على تشتيت وتقطيع وصال وحدة النقابة الفردية للأعضاء والناشطين داخل النقابة، إضافة إلى أن هذه النقابات لا تملك أي مورد يمكن من خلاله أن تواجه عمليات الرصد والتوثيق وتقديم المساعدة القانونية في هذه الظروف الصعبة. إلا أن هناك رصيد ليس بالسهل لنقابة المحامين ومحاميها الذين
صمدوا وتمكنوا من البقاء في محافظة في مدينة تعز جراء الحصار. لا تنسى أن سنتان توقف فيها العمل القضائي في هذه المحافظة وفقد المحامون مصدر دخلهم الوحيد، إضافة إلى أن أكثر من 64 محاميا تعرضت منازلهم ومكاتبهم للتدمير والتلف وللأضرار الجسيمة بسبب القصف وبسبب الحصار. هناك كثير من المحامين لم يستطيعوا مقاومة العيش بقاء مقاومة المعيشة في المدينة واضطروا إلى السفر إلى قراهم وإلى مناطقهم لسبب الوضع المادي وعدم وجود مصادر تمويل تمكن النقابة وفريقها من العمل. ومع ذلك نقابة المحامين ما زالت فتحة أبوابها، لم تغلق أبوابها، استقبلت وما زالت تستقبل كمقر للمؤسسات الحكومية ومدراء المكاتب التنفيذية الذين يجاولون أعمالهم من مقر النقابة، إضافة إلى النزول والرصد الميداني وزيارة السكون والمعتقلات وتقديم المساعدة القانونية لأكثر من قضية. مع هذا الجهد مع هذا الجهد الذي تقوم به فرع نقابة المحامين في تعز والتوفيق، ماذا عن بقية الفروع في عدن، في حضرموت، في المحافظة المحررة، أيضا في صنعاء التي تخضع لسيطرة الميليشيا؟ يمكن القول بشكل عام، ليس في هذه المحافظات فقط ولكن بشكل عام، هناك قصور في إداء عمل النقابات وخاصة نقابة المحامين. مثلا على سبيل العلم، أنا أعلم بأن ثلاثة من أعضاء مجلس فرع النقابة في محافظة عدن غير متواجدين وهم خارج إطار المحافظة بل الجمهورية. كذلك محافظة تعز عضوين من أعضاء مجلس النقابة أو ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس النقابة هم مثلون نصف الهيئة الإدارية مغادرون خارج المحافظة، ضربت بيوتهم ودمرت مكاتبهم، وهذا يعمل على شلل بإداء النقابي، إضافة إلى الوضع المادي، إلى الوضع الاقتصادي، المخاوف الأمنية التي تعتري عمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان وخاصة المحامين، إضافة إن هناك غياب للمؤسسات الدولة التي بإطارها إذا ما وجدت توجد مؤسسات قوية تستطيع أن تعمل. هذا يجب أن لا يغفل هذا المجال، وفرصة أن ندعو كثير أن ندعو النقابات وبالذات نقابة المحامين أن تعاود مهامها وأن تكثف من نشاطاتها. نعم. أما بالنسبة لنقابة المحامين في تعز أستاذي العزيز، نحن قبل أسبوعين تمكننا من تواصل مع السلطات المختصة في المجال القضائي من إعادة تفعيل جزئيا لنيابة الاستئناف في المحافظة. نعم. وتكليف 5 قضاة منائبين، وضمن نشاطات مستمرة كانت مساهمة في إعادة. نعم. عمل لماذا قسم الشرطة نعم لماذا لا يتم هناك تنسيق بين نقابتكم؟ وأيضا احنا نتحدث في حلقة اليوم عن عموم النقابات في مختلف، يعني سواء كانت تعليمية أو في جانب القضاء أو في جانب الصحافة، في جانب الإعلام، في مختلف المجالات، لماذا لا تستأنف ويعاد عملها من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن عادت الدولة، الحكومة متواجدة، الرئاسة متواجدة؟ أنا أقول بأنه العمل النقابي بشكل كامل، سواء أنا الآن أو في الفترات السابقة، تعرض لركود ولعمليات مضايقة وحصار من قبل النظام الحاكم أو من قبل تدخل الأحزاب والأحزاب السياسية في عمل المؤسسات النقابية، مما أفسد أو مما عطل دور النقابات كمجتمع مدني رائد ينتصر لقضايا المواطنين وللدولة ولحقوق الناس، وهذا كان له أثر سلبي كبير جدا في تعطيل عمل هذه النقابات. هناك نقابة المحامين، نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، غاب دورها بشكل كبير عن القضايا الجوهرية على المستوى الوطني في اليمن بشكل كامل أو حتى على مستوى أعضائها، وهذا سببه عادة التدخلات التي كانت تدخلات الحزبية، إضافة إلى الركود الذي أصاب البلد برمتها، ليس فقط النقابات، ولكن نحن نقول أنه تتحمل النقابات دور
مهم جدا في هذه المرحلة لعملية النهوض من أجل استعادة بناء مؤسسات الدولة وعمل هيئاتها، وخاصة أنا أقول أن نقابة المحامين تتحمل دور كبير جدا فيما يتعلق بإعادة العمل القضائي والمؤسسات القضائية وبالذات في المناطق المحررة. نعم. باعتبار السلطة القضائية هو الركن أو السلطة. نعم. الثالثة التي لابد أن تقوم وتتحرك لاستكمال البنية الشرعية لهذه الدولة. نعم أستاذ توفيق، أختم معك بسؤال أخير فقط، هل هناك ممن ينتمون لنقابة المحامين ومن زملائكم تورطوا في دعم الميليشيا بتفريخ عمل نقابي معين أو مساندة الميليشيا في انقلابها ولا زالوا يدعمونهم؟ أولا العمل النقابي يجب أن يكون بمنأى عن التجاذبات السياسية. نقابة المحامين في تعز بالذات كان موقفها واضحا ورائدا باعتبارها مؤسسة قانونية ومهنية، وقفت مع المؤسسات الشرعية والمؤسسات الشرعية المدعومة بالقرارات الدولية وبالقوانين الدولية، وباشرت مهامها وأعمالها كوحدة. لا يعفي ذلك أو لا ينتقص من هذا الدور الوحدة الهيئة الإدارية أو وحدة النقابة كمؤسسة، بعيدا عن مواقف الأفراد أو قناعاتهم أو شخصياتهم. واستطعنا أن نحافظ على هذا الوهج لهذه النقابة بمواقفها الثابتة نحو استعادة مؤسسات الدولة ودعم المؤسسات والدولة الشرعية وفقا للقرارات الدولية والقوانين الدولية، وقدمت الكثير من التواصلات ومن الأعمال التي عملت على تخفيف أو على إيصال صوت الضحايا وحماية. نعم. حقوق الإنسان إلى أكثر من محفل من المحافل سواء الوطنية أو المحافل الدولية. أشكرك جزيل الشكر أمين عام نقابة المحامين فرع تعز الأستاذ توفيق الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف، وعودة إلى جنيف مع عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. أستاذ نبيل، ربما الكثير يستغرب أن يكون في العمل النقابي ممن جاءت بهم الميليشيا ليس لديهم أي خبرة وليس لديهم أي كفاءة أو مؤهلات تجعل منهم يديروا هذه النقابات ويكونوا على رأسها، وأيضا على الطرف الآخر كيف يمكن لأكاديمي ونخبوي ومن هم منتمون لهذا الحقل أن يقبلوا أن يعني يترأس عليهم مثل هؤلاء الذي أوجدتهم الميليشيا وجعلتهم على رأس هذه النقابات أو المؤسسات؟ هذا أمر وارد وشيء طبيعي في ظل يعني حرب تشنها ميليشيات ليست لديها أي قيم، يعني هي ليست مهتمة لا بالعمل ولا بالكفاءة ولا بالكادر ولا بالدرجة التعليمية، يعني أكبر زعيمهم لا يمتلك الثانوية تقريبا، وتعرفون هذا الأمر يعني بشكل واضح، وبالتالي فإن مسألة الكفاءة والقدرة فهي غير واردة تماما. وأيضا إضافة إلى العبث القائم على مستويات الدولة بشكلها الكامل، يعني على في مستويات الوظيفة العامة، في مستويات العمل النقابي، في مستوى التعليمي، هم الآن يعتبرون يعني الأكاديميين الذين خرجوا للمطالبة برواتبهم أنهم خونة، وأصبح أمر المطالبة أو التهمة الجاهزة هي الخيانة والارتزاق وأيضا مساعدة العدوان وما إلى ذلك من هذه التهمة الجاهزة. بالتالي هم ليسوا حريصين جدا، يعني في مثلا في بما يخص الجانب الإعلامي، يعني إذا كانوا منحوا الكثير من وسائل الإعلام لمن ليس لهم علاقة بالعمل الصحفي. نعم. ودخل على المهنة، هناك أيضا تم ضخ الكثير من الدخلاء على المهنة إلى المؤسسات الآن الإعلامية الرسمية كوكالة سبا والثورة والإذاعة والتلفزيون. هذه الكارثة سنشعر فيما بعد بحجم كارثة يعني ما حصل فيها. الأمر الآخر فيما يخص العمل النقابي هنا يعني أو نقله إلى مناطق أخرى، أي إلى مناطق. نعم. أخرى في إمكانية. نعم. إمكانية نقله مثلا إلى عدن أو أي محافظة لنكون أخرى. نعم. أنا أحب أن أطرح الأمور كذا بشكل واضح وعلى الطاولة. نعم. للأسف الشديد هناك يعني الميليشيات قامت بتدمير وانتهاك صارخ وتوحش ضد العمل النقابي والمهني وكل منظمات المجتمع المدني العاملة تحت يعني في تحت سيطرتها ومساحة سلطتها، هذا أمر واضح.
لم يعد خافيا على أحد. نعم. لكن للأسف الحكومة الشرعية خذلت منظمات المجتمع المدني ولم تفيهم حقا، بل أنها لم تلتفت إليهم حتى الآن. مثلا نحن أنا أتحدث مثلا كنموذج مصغر كنقابة الصحفيين اليمنيين، منذ أن تم إيقاف مستحقات النقابة وفق القانون التي تحصل عليها وفق القانون، لا الجهات الحكومة الشرعية لم تلتفت إليها ولم تعينها حتى الآن. نعم. ما طلبنا من الحكومة هناك معنا الصحفيين المختطفين، الصحفيين الشهداء أسرهم، الصحفيين الذين تعرضوا للإصابة وطلقات الرصاص، لم يتم التعامل معنا بهذا الشكل أبدا. الأمر الآخر، إذا كان مقر نقابة الصحفيين، فرع نقابة الصحفيين في عدن محتل من قبل مسلحين يتبعون المقاومة وبتوجيهات من مديرية التواهي الذي أمر بإعادة المسلحين بعد أن تم إخراجهم لمدة أسبوع، تواصلت قيادة نقابة الفرع مع رئيس الوزراء رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي، وتواصلت مع محافظ محافظة عدن ومدير أمن عدن ومعوزير الإعلام السابق. نعم. والحالي والذي قبله، ولم يتم فعل أي شيء في هذا السياق. نعم. الوضع بالنسبة للعمل النقابي لم تهتم به أي جهة حكومية أبدا، وهذه تعتبر نحن نحملهم المسؤولية، وندين طبعا فكرة بقاء المسلحين داخل مقر النقابة. طيب أستاذ. نعم. ربما هذا نعم هذا جزء يعني مهم جدا، أنه مع الأسف أن لا يكون هناك أيضا تجاوب حتى في المناطق المحررة، وأيضا السلطات المحلية التي يجب يعني المفروض أنها تكون بجانب هذا العمل النقابي وتسانده، لأنه بالدرجة الأولى يخدمها قبل أن يخدم الغير. أستاذ نبيل، اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث البراء شيبان الناشط الحقوقي من لندن. مساء الخير أستاذ براء. النور ومساء الأنوار كذلك لضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ براء. أنت كيف تقرأ واقع العمل النقابي؟ بالتأكيد تراجع بشكل كبير جدا منذ الانقلاب، منذ دخول الميليشيا وإغلاق وإسكات ربما جميع العمل النقابي في العاصمة صنعاء والمحافظة التي تخضع لسيطرة الميليشيا. بالتأكيد العمل النقابي مثله مثل بقية المنظمات المجتمع المدني، لأن العمل النقابي هي في نهاية المطاف وهي منظمة مجتمع مدني. تلقت، أنا أعتذر أن الذي حدث منذ سبتمبر 2014 طبعا كارثة للعمل النقابي بكل ما تعنيه الكلمة. بعد أن كنا بعد العام 2011 ارتفع سقف الحريات بشكل ملحوظ، وكان الصوت أيضا النقابي والحقوقي والمجتمع المدني داخل مؤتمر الحوار الوطني كان حاضرا بقوة، وطالبا أن يكون سقف الحريات أيضا بشكل مرتفع، وحاولنا أن نأخذ أفضل الممارسات اللي كانت موجودة في كثير من الدول التي نعتبرها قدوة في العمل النقابي وقدوة في العمل الحقوقي. نعم. كل هذا طبعا انتهى بمجرد حدوث الانقلاب. الآن كل العمل النقابي إذا لم يكن في خدمة تحديدا السيد والميليشيا وكل هذه المسميات فهو مرفوض. الصحفيين اليوم في السجون، النقابة الدكاترة على سبيل المثال في جامعة صنعاء وضعهم مزري للغاية، وأنا أتوقع أنه مزيد سنمشي في مزيد من التدهور. بمناسبة يعني نعم أستاذ براء، بمناسبة أنك ذكرت يعني أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، ربما هو الصوت الوحيد الذي تبقى في العاصمة صنعاء وعمل على كسر شوكة الإنقلابيين ولا زال يطالب بحقوقه، وكل يوم يعني نسمع وقفات احتجاجية ومطالبات. كيف تقيم هذا الصمود أمام آلة الميليشيا التي تقمع كل شيء؟ طبعا هذا يعني بالنسبة لدكاترة جامعة صنعاء، هم الآن تقريبا آخر من يحاول أن يرفض تغييب الوعي المجتمعي وتغييب الصوت النقابي الذي يكاد أن يكون قد اختفى تماما. وطبعا هو اختفى تماما هو بسبب الانقلاب، ولا أعتقد أن الضربة التي تلقاها العمل النقابي والحقوقي خلال الفترة الماضية ستتعافى منها الحركة النقابية حتى إذا انتهى الانقلاب أو إذا انتهت
الحرب الدائره في 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 اليمن، سوف ياخذها بعض السنوات حتى تقوم وتتعافى من النكسه التي تلقتها. بالنسبه لدكاتره جامعه صنعاء، هم بالتاكيد تقريبا اخر صوت الان متبقي داخل العاصمه، الذي بشكل واضح يرفض الانقلاب، ويعتبر انه مستمد نشاطه من ثوره 2011، وانه يعتبر ان كل هذه التضحيات يجب ان لا تذهب تذهب سدى. نعم. طيب استاذ براء، ما المانع من ان تستعيد هذه النقابات عملها من مناطق اخرى، من المحافظات المحرره، من العاصمه المؤقته عدن، هناك الحكومه، هناك الرئاسه ايضا، ولما لا تكون حتى من خارج الوطن؟ العمل النقابي يعني يحتاج الى ظروف معينه حتى يزدهر ويستطيع ان يتحرك بشكل سلس وسليم. الظروف الحرب لا تهيئ لاي نقابه ان تعمل بشكل سليم. نحن لسنا في ظرف اعتيادي او ظرف طبيعي حتى نطالب ان النقابات تعمل مثل ما كانت تعمل قبل سبتمبر 2014. عملية الانتقال السياسي التي كانت في اليمن ما بين 2011 إلى 2014 سمحت لهذا الجو من يعني هذا الجو من الحرية من الحركة. هذه العملية السياسية انتهت، هذه العملية السياسية عمليا قوضت وانتهت، والآن نحن في 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 حرب أهلية. نعم. لا أتوقع أن النقابات تستطيع أن على الأقل أستاذ براء، نعم أستاذ براء، على الأقل في بعض الجوانب التي ربما تهتم بالحقوق وإيصال المظلومية وإيصال وتعريف العالم بالجرائم التي ترتكبها الميليشيا، على الأقل في هذه الجزئية، ألا يمكن أن تستمر حتى في ظل هذا الوضع؟ أنا شخصيا لا أريد أن أكون مثالي في هذه في هذا الجانب، أحب دائما أن أكون واقعي. نعم. ممكن أنها تستمر ببعض المحاولات، يمكن أن تستخدم بعض الوسائل الحقوقية وأدوات الأمم المتحدة، ولكن كل هذه تغيب إذا ليست هناك إرادة سياسية داخلية وطنية تستطيع أن تحمل هذا الهم معها. في الأخير العمل الحقوقي يحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، وهذه الإرادة الآن غير موجودة. الآن كل التوجه كل حتى الدعم هو موجه الآن للحرب، لا توجد الآن نفس للعمل السلمي، للعمل السياسي، العمل السياسي الحقوقي. نعم. وأنا شخصيا أيضا لا أتوقع أن النقابات ستستطيع أن تستعيد عافيتها. نعم. حتى إذا انتهت الحرب لا أظنها ستستعيد عافيتها يعني بسرعة. نعم. أشكرك أستاذ براء شيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، وأيضا أشكر الأستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، كان معنا عبر السكايب من جنيف، والشكر أيضا للمحامي توفيق الشعبي كان معنا من تعز. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى متابعة محاضرة للحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان حول السلام والتعايش من على منصة جامعة أكسفورد في لندن. ألقاكم على خير، السلام عليكم.